معاشر الإخوة المؤمنين، نواصل الحديث في بيان شيء من هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي نقرأها في كل ليلة في كل يوم وليلة مرات وكرات، وهي سورة حقيقة بأن يعنى بها المسلمون قراءة وتدبرا وقياما بمقاصدها العظيمة وغاياتها الجليلة. سورة تمكن العقيدة وتقرر الإيمان وتقوي اليقين وتعظم صلة العبد بالله تبارك وتعالى. حقيق بهذه السورة أن يحيا معها العبد حياة طيبة بتدبرها وحسن فهمها والقيام بغاياتها ومقاصدها. قد مر معنا معاشر الإخوة الكرام أن هذه السورة مليئة بالعبر العظيمة والدروس النافعة التي تمس إليها حاجة كل مسلم. وقد مر معنا جملة من الدروس الطيبة المستفادة من هذه السورة المباركة. ومن دروس هذه السورة وما سيكون محل حديثنا هذا الصباح بيانها وتقريرها للإيمان بأقدار الله تبارك وتعالى الذي هو أصل من أصول الإيمان، فإن أصول الإيمان ستة بينت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان يقوم على أصول ستة بينت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه الأصول الإيمان بالقدر وأن الله على كل شيء قدير وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الأمور كلها تحت تدبيره وبتصريفه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه. فهذا أصل من أصول الإيمان، لا يقبل من العبد طاعة ولا ينتفع بعمل ما لم يكن مؤمنا به. ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه عن جماعة أنهم خاضوا في إنكار القدر وعدم الإيمان به وخبره في صحيح مسلم، لما بلغه خبرهم قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، ثم قال والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه لم يقبله الله تبارك وتعالى منه
ما لم يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه حديث جبريل الطويل، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر الإيمان به أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين، ومن لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا ولا مسلما، ولا يقبل الله عز وجل منه لا صلاة ولا صيام، ولا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة، لأنه لم يؤمن بأصل من أصول الإيمان التي يقوم عليها. ومثل الإيمان مثل الشجرة التي لها أصل لا قيام لها إلا عليه، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن للإيمان، فالإيمان مثله مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت، إذا قطع أصلها لم تبقى شجرة بل تموت. والإيمان له أصول ثابتة، له أصول ثابتة، فإذا انتفت أو انتفى بعضها لم يبقى إيمان. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأن الإيمان والدين والإسلام لا يقوم إلا على هذه الأصول التي منها الإيمان بالقدر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكلامه واضح رضي الله عنه وأرضاه، من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أن تكذيبه بالقدر تكذيب بالإيمان وتكذيب بتوحيد الرحمن سبحانه وتعالى. ومما يزيد هذا الأمر وضوحا قول الإمام أحمد رحمه الله، قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله جل وعلا، والله جل وعلا قدير على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. فالذي يكذب بالقدر يكذب بماذا؟ بقدرة الله. والذي يكذب بقدرة الله يكذب بالله سبحانه وتعالى، وهذا كافر ليس بمسلم. ولهذا أيضا قال الحسن البصري رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، لأن الإسلام قائم على أصول من جملتها الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدر، وأن الأمور بتقدير الله جل وعلا. فالذي يكذب بالقدر مكذب بالإسلام ليس بمؤمن. والذي يشك في القدر ويشك أن الأمور ليست بقدر الله هذا ليس بمسلم، لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بأقدار الله تبارك وتعالى، إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك من الله، كما في حديث جبريل المتقدم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم مكررة الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل.
كقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في القرآن الكريم تقرر أن الأمور كلها بقدر الله، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، لا يكون في هذا الكون إلا ما قدر الله، لأن الخلق خلق الله والملك ملك الله جل وعلا، هو الذي أوجد هذا الكون من العدم وخلق الناس بعد أن لم يكونوا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الإنسان لم يكن أصلا، لم يكن أصلا موجود، أوجده الله وجعل له السمع وجعل له البصر وجعل له القدرة وجعل له الإرادة، فهذا كله بتقدير الله فقدرنا فنعم القادرون. الله جل وعلا قادر على كل شيء، وكل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بإرادة الله وقدرة الله ومشيئة الله، لأن هذا الكون ملك الله، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجده، وهو الذي يتصرف فيه كيف شاء ويقضي فيه كيف أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالأمور كلها بتقديره وبيده، وهو المتصرف تبارك وتعالى في هذا الكون والمدبر له. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، وسورة الفاتحة تقرر هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة منها. إذا قلت في أولها الحمد لله رب العالمين، هذا فيه حمدك لله وثناؤك على الله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة. ومن أسمائه تبارك وتعالى القدير، وأنت تحمده جل وعلا على أنه قدير، والله يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته ويحمد على نعمه وعطائه. أيضا مما تحمد الله عليه تحمده على نعمة الإيمان التي هداك إليها ومن عليك بها، وهذا إيمان بك، إيمان منك بقدرة الله. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. هدايتك للإيمان فضل الله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان منة الله، منة الله، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر كله فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله، أنت تحمد الله على أسمائه وصفاته، على عظمته، على جلاله، على كمال قدرته، على عظيم إرادته، على تصرفه وتدبيره في هذا الكون، فالحمد فيه الإيمان بالقدر. وفي قولك رب العالمين أيضا فيه الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله. فإذا قلت رب العالمين وآمنت بأن الله عز وجل رب العالمين وآمنت بمعاني الربوبية،
فإن من معاني الربوبية الخلق والرزق والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة، هذا كله داخل في ربوبية الله، وهو من معاني الربوبية. يحيي ويميت ويعز ويذل ويفقر ويغني ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن. الخلق خلقه والملك ملكه والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى. فقولك رب العالمين هذا إيمان بالقدر، إيمان بالقدر. وقولك الرحمن الرحيم فيه الإيمان بالقدر، لأنك أيضا ترجو رحمة الله، وإذا كنت ترجو رحمة الله تعرف من خلال هذا الرجاء أنك فقير إلى الله، محتاج إليه، محتاج إلى هدايته، إلى منه، إلى فضله، إلى عطائه، إلى رحمته، لا غنى لك عنه طرفة عين. كذلك في قولك وإياك نستعين، هذا فيه إيمان بالقدر، تستعين بالله لأنه هو القادر على كل شيء، تطلب عونه لأنه بيده أزمة الأمور ويتصرف في خلقه تبارك وتعالى كيف شاء. في قولك اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه إيمان بالقدر، فيه إيمان بالقدر لأنك تطلب الهداية ممن بيده الهداية. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له ليس عليك هداهم، وقال تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. جلس عليه الصلاة والسلام إلى جنب عمه أبي طالب الذي كان في النزع، وكان صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان إلى جنبه أيضا أبو جهل وبعض الكفار أو كبار المشركين، فكانوا يقولون له لا بل على ملة عبد المطلب، لا بل على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهم يقولون له لا بل على ملة عبد المطلب، وخرجت روحه من جسده وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه حريص على هدايته، وينزل عليه حينئذ قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. والمسلمون كلهم يكررون في كل يوم وليلة مرات كثيرة اهدنا الصراط المستقيم، يطلبون الهداية ممن؟ من الله، لأن الهداية بيده ليست بيد غيره. الهداية ليست بيد ملك ولا بيد نبي ولا بيد ولي ولا بيد أي أحد كائن من كان، الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ما معنى نستهديه؟ أي نطلب منه وحده الهداية ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وجاء في حديث أبي ذر الطويل الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي استهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية أسلك أو أوفقكم إلى سلوكها. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر في دعواته المنيفة صلوات الله وسلامه عليه سؤال الله الهداية، كقوله اللهم اهدني وسددني، وقوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى،
وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، في دعاء القنوت. وثبت في الصحيحين أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أو أعوذ بقدرتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وتقول أم سلمة رضي الله عنها كما في المسند وغيره: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قالت: فقلت له: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالأمر بيد الله. وكثيرا ما كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تبارك وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن قولك اهدنا الصراط المستقيم، هذا فيه إيمان بالقدر، وأن الأمور بقدرة الله، وهداية من اهتدى وضلال من ضل كل ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه عز وجل. وأيضا قولك أنعمت عليهم، إيمان منك بأن النعمة نعمة الله، سواء نعمة الصحة أو نعمة المال أو نعمة الهداية للطاعة والإيمان، كل ذلك بقدرة الله. في السورة تشتمل على الإيمان بالقدر من وجوه كثيرة، وتدل على الإيمان بالقدر من وجوه كثيرة. والمسلم الذي يردد هذه السورة ويستشعر معانيها ويؤمن بدلالاتها، من جملة ما يؤمن به من دلالات هذه السورة إيمانه بالقدر، وأن الأمور كلها بقدرة الله، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينبغي أن يعلم كل مسلم أهمية الإيمان بالقدر، وعظيم مكانته، وكبير عوائده على العبد في دينه ودنياه. فهو يعطي القلب قوة وثقة بالله وحسن صلة به وإقبال على طاعته وقوة في الافتقار إليه والالتجاء إليه وسؤاله وحده والتوكل عليه وحده جل وعلا والالتجاء إليه وطلب العون منه والإكثار من سؤاله الهداية والتوفيق والسداد وقوة رجاء القلب وقوة توكل القلب وأيضا قوة العبادة والطاعة قوة الصبر في المصائب، لأن من يؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر من أسباب هداية القلوب إلى كل خير وإلى كل فلاح وإلى كل رفعة في الدنيا والآخرة. المؤمن عندما تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن الأمور كلها بيد الله فيرضى ويسلم، فهو في سرائه شاكر لله، لأن ما حصل له من أمر سار هو بفضل الله وبقدرة الله، وفي ضرائه صابر لأن ما أصابه بقدرة الله وبإذن الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام متعجبا
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. المؤمن يفزع إلى الله وإلى الإيمان بالله تبارك وتعالى في كل أحواله، في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في عسره ويسره، في غناه وفقره، في صحته ومرضه، في كل أحواله ملتجئ إلى الله. إذا كان المؤمن صحيحا معافى يحمد الله، وإذا كان مريضا يصبر ويسأل الله، إذا كان المؤمن غنيا يحمد الله، إذا كان فقيرا يلتجئ إلى الله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، يلجأ إلى الله في كل أحواله، هو ملتجئ إلى الله، لأنه مؤمن بأن الأمور كلها بقدر الله. ولهذا الإيمان بالقدر له أثر مبارك وثمار عظيمة لا حصر لها ولا عد في صلاح العبد في دينه ودنياه، بينما إذا عطل الإيمان بالقدر فسد عليه كل شيء. إذا لم يؤمن بالقدر فسد عليه كل شيء، فسد عليه كل شيء، وحرم من كل خير، وباء بكل خيبة وكل حسرة وكل ندامة في الدنيا والآخرة. وهذا مما يبين لنا أن الإيمان بالقدر أساس لا تقوم شجرة الإيمان إلا عليه، لا تثمر ولا تزهر ولا تينع ولا تثمر إلا بوجود هذا الأصل المبارك. وكلما قوي إيمان العبد بالقدر قوي الخير فيه وزاد وتنامى وكثر، وهذا كله مما يبين لنا أهمية الإيمان بالقدر وحاجة العبد الشديدة إلى الإيمان بهذا الأصل العظيم. ثم إن الإيمان بالقدر هذا الأصل العظيم الكلام فيه والحديث عنه والبحث في مسائله، ينبغي أن نعلم أن الكلام في موضوعات القدر على طريقتين، ولننتبه لهذا الكلام جيدا. الكلام في موضوعات القدر على طريقتين: طريقة محرمة باطلة لا تجوز، ولا يصل الإنسان من خلالها إلا إلى ضياع دينه والحرمان من الخير، وطريقة صحيحة. وهنا ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يعرف الطريقتين ليحذر من الأولى وليكون من أهل الثانية. الطريقة الأولى في الكلام في مسائل القدر، وهي طريقة محرمة باطلة، أن يكون خوض الإنسان في مسائل القدر بعقله المجرد وبفكره القاصر وبترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يضع القرآن والسنة جانبا ثم يخوض بعقله وبفكره وبرأيه المجرد في مسائل القدر ودقائق أحكامه، فهذا باطل وضلال، ولا يفضي بصاحبه إلا الردى. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، لا يصل به إلا الردى. أيضا أن يخوض والعياذ بالله في مسائل القدر على وجه الاعتراض على الله، عياذا بالله، على وجه الاعتراض على الله تبارك وتعالى والانتقاد لأفعاله والاعتراض على قدره وعلى أحكامه، كأن يقول قائل والعياذ بالله: لماذا فعل الله كذا؟ ولماذا لم يفعل كذا؟ ولماذا قضى الله بكذا؟ ولماذا لم يقضي بكذا؟ يعترض وينتقد: من أنت حتى تتكلم معترضا أو منتقدا على رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ ولهذا نهى الله عباده عن هذا، قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لأنه ملكه، الخلق هذا كله والكون أجمع ملك الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل، فلا يقال في أفعاله لما فعل الله ولما لم يفعل الله ولما لم يقدر الله، يعترض على وجه الاعتراض
على الله تبارك وتعالى، هذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. ولهذا قال بعض العلماء، قال كلمة عجيبة وجميلة جدا في هذا الباب، قال لا تقل لما أمر الله، لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. السؤال الأول لما أمر الله، هذا اعتراض، اعتراض على الله، والله لا يسأل عما يفعل. لكن سؤالك بما أمر الله، بماذا أمرني، هذا السؤال ماذا؟ بحث عن دينك، بحث عما يعنيك، بأي شيء أمرني الله جل وعلا. فأنت مطالب أن تبحث عما أمرك الله تبارك وتعالى به حتى تفعله. أما الأسئلة الاعتراضية والانتقاد والاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، فهذا كله من الباطل والضلال، والله نهى عن ذلك كله بقوله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. وهم يسألون تحت قوله تعالى وهم يسألون، يأتي بما أمر الله، لأنه لا بد أن تتعلم بما أمرك الله لتفعله، لأن الله سيسألك عنه يوم القيامة. فالله جل وعلا يسألك عن أفعالك وعن أعمالك وعما قدمت في هذه الحياة. فلهذا هذا الذي ينبغي أن تسأل عنه وتبحث عنه، تعرف الأوامر وتعرف النواهي وتعرف دين الله عز وجل لتسلك هذا الطريق وتسير على هذه الجهدة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث ثابت، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. هذه ثلاثة أشياء أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نمسك عند ذكرها. والمراد بالإمساك عند ذكر القدر، والمراد بالإمساك عند ذكر القدر هو بالإمساك عن الخوض فيه بالباطل وبالطريقة المحرمة التي أشرت إليها آنفا. لأن القدر كما يقول السلف سر الله جل وعلا، ومن حاول بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يكشف هذا السر لا يصل إلا إلى الضياع، وإلا ولا يصل إلا إلى الضلال، لا يصل إلا إلى الضلال. فإذا خاض الناس في القدر بهذه الطريقة الباطلة فالواجب ماذا؟ الإمساك. لكن أن تخوض في القدر على ضوء الآيات والأحاديث، قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمسك عنه، بل مأمور بالعناية به. فالكلام في القدر على ضوء الآيات هذا مطلوب، وليس داخلا في قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا. مثله تماما قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما مراده عليه الصلاة والسلام بقوله إذا ذكر أصحابي؟ هل المراد بالذكر الجميل؟ إذا ذكر الصحابة بالذكر الجميل نمسك أو نتكلم؟ ماذا؟ نتكلم. أهل العلم ما فيه مصنف من مصنفات الحديث ومصنفات الفضائل إلا ويعقد فيه باب فضائل الصحابة أو باب مناقب الصحابة. فإذا كان الحديث عن الصحابة ذكر فضائل وذكر مناقب وذكر محاسن، هذا ندخل ونتكلم، ولم نؤمر بالإمساك عن ذلك. لكن إذا خاض الناس في الصحابة والعياذ بالله طعنا وسبا وشتما ووقيعة فيهم وولوغا في أعراضهم، هذا الذي يجب عن الإنسان أن يكف لسانه عنه وأن يصون نفسه منه، لأن هذا ليس من دأب المؤمنين وإنما هو من حال الزائغين والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا الحديث في النجوم يكون على وجه باطل يجب الإمساك عنه، وعلى وجه صحيح، على الوجه الصحيح يقول قتادة خلقت النجوم لثلاث،
زينة للسماء ورجوما للشياطين وليهتدى بها. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. إذا كنت في طريق وأنت ممن يعرف مواقع النجوم تستطيع أن تقول القبلة من هنا أو الطريق من هنا، وبالنجم هم يهتدون. هذا في وقت مضى، أما نحن الآن ما نهتدي للطرق إلا بماذا؟ باللوحات الإرشادية، نمشي مع اللوحة يمين وشمال. أما قديما في الطريق إذا كان في الليل ينظر إلى النجوم ويعرف المواقع ويقول القبلة من هنا أو الطريق من هنا، وفي النهار عن طريق الشمس الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبالنجم هم يهتدون، خلقت النجوم لثلاث، خلقت النجوم لثلاث. أما إذا كان خوض في النجوم بما يسمى علم التأثير والاعتقاد في النجوم والتعلق بالنجوم ونسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم، فهذا مما لا يخوض فيه الإنسان، مما لا يخوض فيه الإنسان. فالشاهد أن الخوض والكلام في القدر على نوعين: نوع محرم لا يجوز، وهو الخوض في القدر بالخصومة وبالجدل بالعقل المجرد وبالاعتراض والانتقاد على الله سبحانه وتعالى في أقداره، فهذا كله محرم وباطل، ولا يجوز للمسلم ولا يحل له أن يخوض في قليل هذا الأمر ولا كثيره، لأنه باطل ولا يفضي بصاحبه إلا إلى الضلال. أما النوع الثاني من البحث والكلام في القدر، وهو النوع الصحيح الذي ينبغي على كل مسلم أن يسلكه، أن يكون تكلم الإنسان في مسائل القدر على ضوء ماذا؟ على ضوء الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان في كلامه في القدر على هذه الطريقة وعلى هذه الجادة، فهو يصل بإذن الله إلى كل قول سديد وإلى كل فعل رشيد. وإذا تكلمنا في القدر على ضوء الآيات وعلى ضوء الأحاديث، نجد معاشر الإخوة الكرام أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي دلت على أن القدر أصل من أصول الإيمان العظام وأساس من أسسه الجسام، نجد أن النصوص قد دلت أن العبد لا يكون مؤمنا بالقدر حتى يكون مؤمنا بمراتب القدر الأربعة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتبه الأربعة التي دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي بشيء من التوضيح والاختصار: أولا الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط الشامل، علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أن تعلم أن رب العالمين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ويقول تبارك وتعالى: ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي بعلمه، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، مثل ما قال الله عن الكفار الذين يدخلون النار يوم القيامة، قال جل وعلا: ولو ردوا
يعني للحياة الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، لو ردهم الله إلى الحياة الدنيا لعادوا، هذا لا يكون. لكن الرب العظيم سبحانه وتعالى علم هذا الأمر، لو كان كيف يكون؟ فعلم ربنا جل وعز محيط بكل شيء، محيط علما بكل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى محيط علما بكل شيء. إذا من إيمانك بالقدر أن تؤمن بأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق وجميع ما هو كائن في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن إيمانك بالقدر إيمانك بكتابة الأعمال، وأن كل شيء مكتوب كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فتؤمن بالكتابة. إذن الأصل الأول الإيمان بالعلم الشامل المحيط، والأصل الثاني الإيمان بالكتابة، وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الأصل الثالث من أصول الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من إيمانك بأنه رب العالمين إيمانك بأن الأمور كلها بمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا من الإيمان بالقدر الإيمان بأن كل شيء بمشيئة الله. هل يمكن أن تصلي بدون أن يشاء الله؟ هل يمكن أن تصوم بدون أن يشاء الله؟ هل يمكن أن تذهب إلى مكة وتحج بدون أن يشاء الله؟ لا يمكن. أعرابي مرة قيل له: بأي شيء عرفت ربك؟ بأي شيء عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم، بنقض العزائم وحل الهمم. فالأمور كلها بمشيئة الله. لا يمكن أن يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا حياة ولا موت ولا خفض ولا رفع ولا هداية ولا ضلال إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا الأصل الثالث من أصول الإيمان بالقدر أن تؤمن بالمشيئة، مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن أقوال المسلمين الجميلة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأصل الرابع من أصول الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وكما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وكما قال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والعالم هو من سوى الله، فكل من سوى الله مخلوق لله، كل من سوى الله مخلوق لله، الكل خلق الله، كل ما سوى الله خلقه الله وأوجده تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء. إذن لا يكون العبد مؤمنا بالقدر
حتى يكون مؤمنا بهذه المراتب الأربعة. جمع أحد أهل العلم في بيت واحد قال: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذه أربع مراتب القدر، أربعة أركان للإيمان بالقدر، لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها. وأعطيكم مثالا للتوضيح. هذا الاجتماع الطيب والجلسة المباركة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة هذا اليوم، هذه الجلسة علمها الله تبارك وتعالى في الأزل جل وعلا، علمها سبحانه وتعالى في الأزل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وشاء الله تبارك وتعالى وجود هذا الأمر وأوجده سبحانه وتعالى كما شاء. الأمر أمره، والخلق خلقه، والتدبير تدبيره، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فإذا الأمر كله بيد الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كل شيء بقدر، حتى وضعك ليدك على كفك هكذا بقدر، حتى وضعك يدك على كفك على خدك هكذا بقدر. كل شيء بقدر، لأن الكون والخلق خلق الرب سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الموجد لهذا الكون والخالق لهذا الكون، وهو رب العالمين جل وعلا. فإذا الإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان به بهذه المراتب. يقول صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر. رواه مسلم في صحيحه. فالأمور كلها بتقدير الله تبارك وتعالى، الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا. وهذا الإيمان منك بالقدر هو أصل من أصول الإيمان العظام، وأساس من أسسه المتينة، التي لا إيمان بالله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بها، كما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فلا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن، لا يكون العبد مؤمنا بالله إلا إذا آمن بالقدر. نأتي هنا معاشر الإخوة المؤمنين إلى مسألة مهمة وكبيرة جدا في هذا الباب، وأوضحها إن شاء الله ببيان يكون واضحا للجميع ونافعا للجميع. إذا آمنت بأن الأمور بقدر الله، وأن كل شيء بمشيئة الله، وأن كل ما هو كائن في هذا الكون لا يكون إلا بقدرة الله، من هداية وإيمان، كفر وصلاح وكفر وغير ذلك، لا يكون في هذا الكون إلا ما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان قد يولد في ذهنك سؤالا، يقولون يطرح نفسه هذا السؤال، يولد في ذهنك سؤالا، وهذا السؤال يطرح نفسه كما يقال، ما هو؟ إذا كانت الأمور بقدر، إذن لماذا نعمل؟ إذن لماذا نعمل؟ فيما العمل؟ لماذا لا نتكل على القدر ونعتمد عليه؟ طالما أن كتب في اللوح المحفوظ كل شيء ما هو كائن، إذن نتكل على القدر، ما في حاجة نصلي ولا نصوم ولا نتصدق ولا نحج ولا نقوم بأي عمل طالما أن الأمور مكتوبة. هذا السؤال يقال عنه، يطرح نفسه في هذا الموضع، يطرح نفسه. والصحابة رضي الله عنهم طرحوا هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في أكثر من مجال، وأجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال بجواب مختصر لكنه شفاء ونور وضياء وهداية للمؤمن. بل إنني أقول لا يمكن أن تجد جوابا شافيا لهذا السؤال وكافيا له وكافيا فيه إلا بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد فيه أحاديث، منها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مرة في جنازة في بقيع الغرقد، بقيع الغرقد،
قال كنا في جنازة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيده مخصرة عود يحمله كان في يده يقول وكان بيده مخصرة فجلس ونكس رأسه يعني أنزل رأسه إلى جهة الأرض قليلا وأخذ ينكت التراب بالمخصرة التي بيده وكان معهم ماذا جنازة يهيأ لها حفرة لتوضع وتدفن وينتظرون الجنازة لتدفن فجلس عليه الصلاة والسلام يقول علي وجلسنا حوله وكان ينكت التراب بالمخصرة التي بيده وقال عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة إلا وكتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار ما من نفس منفوسة إلا وكتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار وإلا كتب أيضا أهي شقية أم سعيدة كتب في اللوح المحفوظ قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ألا نتكل على القدر وندع العمل هذا السؤال الصحابة طرحوه قالوا ألا نتكل على القدر وندع العمل وفي حديث آخر في مثل هذه المناسبة قال بعض الصحابة ففيما العمل يا رسول الله ما دام أن الأمور مكتوبة ومقدرة إذن ففيما العمل لما نعمل أجاب عليه الصلاة والسلام بجواب هو شفاء للقلوب المؤمنة ونور وضياء ولا يمكن أن تجد جوابا على هذا السؤال شافيا إلا جواب النبي عليه الصلاة والسلام والناس أجابوا عن هذا السؤال بأجوبة بعضها ضلال وكفر والعياذ بالله وانحراف عن دين الله فلا يمكن أن تجد جوابا شافيا إلا جواب النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أيها المؤمن أن تسمع جواب نبيك صلى الله عليه وسلم كما سمعه الصحابة وأن تعيه وتفهمه كما فهمه الصحابة وأن تحسن التنبه له كما تنبه له الصحابة وأن تقوم بتطبيقه كما قام بتطبيقه الصحابة لتفوز بسعادة الدنيا والآخرة فبأي شيء أجاب عليه الصلاة والسلام لما قالوا لا ألا نتكل على القدر وندع العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهذا هو الجواب السديد والقول الرشيد في هذه المسألة التي تطرح نفسها في هذا الباب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له والجواب على هذا السؤال تضمن أصلين مهمين في الباب جواب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال تضمن أصلين مهمين في هذا الباب لا سعادة للناس إلا بتحقيقهما الأصل الأول في قوله اعملوا والأمر بالعمل لا يكون إلا لمن له مشيئة إذن قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا هذا يدل على أن العبد له مشيئة أو ليس له مشيئة له مشيئة يدل على أنه له مشيئة أما الذي ليس له مشيئة لا يقال له اعمل ولا يقال له أقم الصلاة ولا يقال له آت الزكاة ولا يقال له بر بوالديك ولا يقول دع كذا ولا تفعل كذا واترك كذا الأوامر والنواهي دليل على وجود ماذا المشيئة الأوامر والنواهي كلها دليل على أن العبد عنده مشيئة فإذا الأصل الأول أن تؤمن بأن عندك مشيئة وهذه المشيئة التي عندك خلقها الله جل وعلا فيك وأوجدها وأن تعلم أن الله هداك النجدين دلك الطريقين طريق الخير وطريق الشر وبعث لك الرسل وأنزل الكتب وأبان السبيل وعرفت الجادة وأنت تعرف الطريق الذي يفضي إلى الخير والطريق الذي يفضي إلى الشر ولهذا
تجد المسلم يتجه إلى المسجد، يتجه إلى الحج، يتجه إلى الصيام، يبتعد عن المحرمات، ينتهي عن نواهي، كل ذلك يفعله بماذا؟ بمشيئته. ولهذا كان من أمر الله سبحانه وتعالى أن من أكره على شيء وقصر عليه لا يحاسبه الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا العبد له مشيئة، والدليل على أن العبد له مشيئة قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، وجميع الأوامر والنواهي التي في القرآن تدل على أن العبد له مشيئة. إذن الأصل الأول هو الإيمان بأن العبد له مشيئة، وعلى ضوء هذه المشيئة لا بد أن تبذل الأسباب، وأن تجاهد نفسك على فعل الصالحات، وأن تذهب إلى المسجد وتذهب إلى مكان الطاعة، وأن تجاهد نفسك على فعل العبادة، وأن تكف نفسك وتمنعها عن الحرام، لأنك إنسان له مشيئة وله إرادة، ولست مجبورا على فعل نفسك، ولست ورقة في مهب الريح، وليست حركتك كحركة المرتعش، بل إن أفعالك كلها واقعة منك بمشيئتك. إذن هذا أصل اعملوا. الأصل الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم فكل ميسر لما خلق له، أي أن الأمور كلها بقدر الله وبمشيئة الله، ولا يمكن أن يقع في كون الله شيء إلا بمشيئته، لا هداية ولا كفر، ولا هداية ولا ضلال، ولا إيمان ولا كفر، ولا صلاح ولا فساد، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن تعتمد على الله وتتوكل على الله، وتفوض أمورك كلها إلى الله سبحانه وتعالى وتلتجئ إليه. فلاحظ هنا إيمانك بالقدر لا بد فيه من أمرين، من فعل السبب، لأنك إنسان له مشيئة ولو إرادة، فلا بد من فعل السبب. وفي الوقت نفسه لا تعتمد على السبب الذي تفعله، وإنما اعتمد على من؟ على الله، والجأ إلى الله وتوكل على الله، وفوض أمورك إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو الإيمان بالقدر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة، وطرح على النبي سؤالا، قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ ناقتي أربطها بشيء حتى لا تذهب، وهذا فعل للسبب، أو أتركها طليقة بدون رباط ومعتمدا على الله متوكلا على الله؟ فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال اعقلها وتوكل، يعني افعل السبب. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي لفظ قل قدر الله وما شاء فعل. فالأمور كلها بقدره، لكن أيضا العبد يفعل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قوله تغدو خماصا هذا ما هو؟ هذا فعل السبب. فلا يبقى الإنسان في بيته جالسا معطلا فعل الأسباب ثم يقول لو كتب الله لي العمل الصالح أو كتب الله لي الرزق يأتيني في مكاني، ويجلس في مكانه لا يعمل، هذا لا يحصل خيرا، لا بد من فعل الأسباب. ولهذا قال العلماء لو أن إنسانا عنده أرض خصبة صالحة للزراعة وقال أنا لن أضع فيها بذورا، ولن أضع فيها فسائل، ولن أعتني بسقيها ورشها، ولن أعتني بموالاتها والعناية بها، وإن شاء الله أن تكون حديقة فيها ثمار وفيها أزهار وفيها زروع وفيها نبات يكون، أما أنا لن أفعل شيئا، هذا لا يحصل ثمرا. ومثله أيضا لو أن إنسان قال لو شاء الله عز وجل أن يكون لأولاد
صالحين بررة طيبين يكون، أما أنا إلى أن أموت لن أتزوج، إلى أن أموت لن أتزوج، وإن كتب الله لي أولاد يكون لأولاد، هذا يموت ولا يكون له أولاد لأن عطل السبب. ومثله أيضا لو أن قائلا قال لو كتب الله أن أكون من كبار العلماء ومن كبار الفقهاء أكون فقيها، لكن لن أذهب يوما أطلب العلم، ولن أجلس يوما عند عالم، ولن أقرأ يوما كتابا، لن أفعل شيئا من هذه الأمور، وإن كتب الله تبارك وتعالى لي أن أكون من العلماء وأن أكون من الفقهاء فإن ذلك سيكون لي. هذا هل يكون يوما من الأيام عالما؟ هل يكون يوما من الأيام فقيها؟ تابعوا معي، هل يكون عالما؟ هل يكون فقيها؟ حاشا وكلا. ولهذا قال من قال تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ العلم لابد فيه من بذل السبب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، لابد من بذل الأسباب، لابد من بذل الأسباب. ولهذا ينبغي أن نعي في هذا المقام العظيم وأن ندرك أن من الإيمان بالقدر، أن من الإيمان بالقدر أن تبذل السبب، أن تبذل السبب، وأن تقوم وأن تباشر العمل وأن تجاهد نفسك على العمل. فإذا كنت كذلك يسر الله لك ماذا؟ اليسرى. لاحظ الآية التي تلاها رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا كله بذل للأسباب، كله بذل للأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولاحظ أيضا قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن يحسن الله إليك، اجتهد، أقبل على الله، اسأل الله بصدق، أقبل على الله يفتح لك الله عز وجل أبواب رحمته وخزائن فضله وعظيم جوده. والله جل وعلا قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن من الإيمان بالقدر بذل الأسباب، أصلان مهمان فيهما جواب المسألة المتقدمة، وقد جمع الله بينهما في قوله تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وجمع بينهما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وجمع بينهما في قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا بذل السبب، وإياك نستعين هذا ما هو الاعتماد على الله تبارك وتعالى، الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى. إذن هذا لا يكون الإيمان بالقدر إلا به، أن تكون باذن الأسباب، أن تكون مصليا مطيعا محافظا على طاعة الله، مجدا مجتهدا، سائلا الله، مفوضا أمورك إلى الله، ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى وحده. الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما سمعوا هذه المقالة أي شيء منهم كان، أي شيء كان من الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الذي كان منهم أمران جد واجتهاد في العمل، صلاة، صيام، حج، صدقة، بر، إحسان، وأيضا في الوقت نفسه ماذا؟ توكل على الله والتجاء إليه سبحانه وتعالى وتفويض إليه، فيجمع العبد بين هذين الأمرين، بذل السبب والتوكل على من بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.